المدرسة راحت على العيال. عيال ايه بس والمدرسة دي يا حبيبتي؟ العيال نايمين جوه. النهارده الجمعة، نامي نامي. انت متأكد النهارده الجمعة؟ ايوه الموبايل جنبك اهو، بص فيه. الحمد لله النهارده الجمعة. يا حلمت حلم غريب قوي. خير اللهم اجعله خير يا حبيبتي. ابدا يا سيدي، خير اللهم اجعله خير. الله، انت كنت نحنوح برضو كده في الحلم وبتقول لي يا حبيبتي. هو عيب الواحد يقول لمراته اللي بيحبها يا حبيبتي؟ خير اللهم اجعله خير. انا لسه بحلم ولا ايه؟ قولي لي بس حلمتي بايه وايه اللي فزعك كده؟ قولي ده عشان قلتلك في الحلم يا حبيبتي. لا، يبقى ما هي ريت جت على قد كده. حلمت بحاجات تانية غريبة قوي. قال ايه؟ الله، انت بتقول ان النهاردة الجمعة؟ كتك الاول. طالما النهاردة الجمعة، ايه اللي مصحيك وانت فريش وايه النشاط اللي انت فيه ده؟ لا، ما هو من هنا ورايح انا هصحى معاكي وقت ما تصحي. ان شاء الله تصحي من النجمة وانا في ديك الساعة لما اصحى مع مراتي حبيبتي ونور عيني وقلبي وكل حاجه في حياتي وافطرها بنفسي. انجي 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 فوقي بقى يا حبيبتي. تاني كل واحد 5 ورقات بس، انت هتبقى 6 عشان انت الكبير والطويل. انت معلمني صح ولا بتضحك عليا؟ الاتنين في واحد. ايه ده؟ مالك وحش قوي؟ حلوة جميل بيه. ايه الزيارة السعيدة اللي في وقت مش مناسب دي؟ بس انت منور يعني. جميل بيه، يبقى انت لسه شايل مني. انا شايل منك برضه. ايه اللي جابك يا جميل؟ وانا ازعجتك ولا حاجة؟ لا ابدا، مفيش اي ازعاج خالص. ده انا يا دوبك قاعد مع اولادي حبايبي اللي بشوفهم كل فين وفين، وبعدين يعني بننظف البيت ومعاد غدا. بس انت منور يعني. الحمد لله ان انا جيت في الوقت المناسب، اصلا انا حساس جدا من الناحيه دي. واضح. هو ايه الشيء اللي فتح الباب؟ هيكون مين يا دي الشغاله؟ معلش، ما رزعت الباب في وشك كده ليه؟ ده معلش ماتت، قصدي معلش اجازه دي الفلبينيه اللي جايبينها جديد، وانت بسم الله ما شاء الله ليك هيبه، افتكرتك بوليس. ما هو مفيش حد يجي الساعه دي غير لما يكون بوليس. هي اصلها ما معهاش اقامه. ها، اتفضل يا جميل بيه، واحنا هنتكلم على الباب كده. اتفضل. يزيد فضلك. البيت بيتك. يزيد فضلك. اتفضل يا جميل، اتفضل اتفضل. زي ما انت شايف كده جو عائلي والولاد. ها، الولاد. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل. ايه ده؟ ابدا، كيلو ونص برتقان عشان الولاد بس. كيلو ونص وبرتقان كمان؟ ومكلف نفسك ليه يا راجل؟ اخ عزيز. اتفضل يا بيه. اتفضل. سوني، تيجي نلعب مع بعض بصرة؟ بصرة ايه يا عمو؟ احنا في 2015. صح، قديمة. طيب نلعب كون كان؟ في لعب تانية جديدة طلعت بعد دي على فكرة. هو حضرتك الزمن وقف بك عند 1980 ولا ايه؟
ما تشوف يا بابي. لا هو واقف بيه عند النكسه. اتفضل يا جميل. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ها ما قلتليش بقى ايه سبب الزياره الجميله دي؟ بصراحه انا جاي اعتذر لانجي. ما هي مش معقول تترقى وبعدين نرجع نقولها ترقيتك حبر على ورق والراجل رجع في كلامه وما طلعش معاش. اكيد هي زعلانه مني. لا انجي مش زعلانه منك خالص. انجي عارفه ان الترقيه بتاعتي انا من الاساس، يعني ما فيش اي مشاكل خالص، وانا تمام وانجي تمام والبيت زي الفل. وانجي مش هنا على فكره. طب كويس قوي. انا عايزك بقى تبلغها ان انا لقيت لها حل لمشكلتها وتعوضها. ملحق الكتابه الساخره اللي بينزل في الجورنال يوم الخميس العدد الاسبوعي، انا هخلي انجي تكتب مقال اسبوعي فيه. انجي وساخر؟ يعني انت تقصد يعني ان القراء هيبعتوا لها يتريقوا عليها؟ لا 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 يا علي، انت بتقول ايه؟ انجي دمها خفيف جدا. انا شخصيا متابع الحساب الخاص ليها على الفيس، اي حاجه بتكتبها الناس بتعجب بيها جدا. وبعدين لعلمك بقى لما بتكتب حاجه بتحصل على 5 إلى 7 اعجبني. اعجبني؟ والحساب الخاص انت من اللي الفيسبوك بتاعهم بالعربي يا جميل؟ طبعا. واكيد اسمك على الصفحه بتاعتك بين قوسين الصحفي جميل محمود جميل. لا انا اسمي انا مش جميل محمود. انا هبعت لك طلب اضافه. لا وعلى ايه، ما تتعبش نفسك، انا هبقى اجي لك على تويتر نغرد سوا. كمل يا جميل. بس ده غير بقى التعليقات من قبيل ها 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 لولولو. فانا قررت ان استغل النجاح ده لجذب جمهور الفيس للجريده المطبوعه. 7 لايكس ابهروك، ده انا يا اونكل صوره التاتو الفراشه بتاعي جايب 248 لايك في يومين بس. ولو نزلت بقى بالتاتو التاني ده مش بعيد عامل فان بيج. بذمتك ده هيفهم فان بيج؟ ده بيقولك طلب اضافه. قهوتك يا جميل ولا هتستاذن؟ مظبوط لو تكرمت. لا ما هو بص بقى، مفيش بن وانجي مش هنا والشغاله في الجوازات. قوم بينا نشرب قهوه على الكافيه وبالمره تقول لي على حكايه خفه دم مراتي دي. يلا بينا. اتفضل. لا اتفضل انت طبعا. حاضر. اتفضل. حاضر. اتفضل. بس ما تنساش يا علي هتبقى تسلم لي على انجي كتير. طبعا طبعا طبعا. عجبكوا عمايل ابوكوا؟ اتفرس انا دلوقتي ولا ما اتفرسش؟ انت لسه هتقعدي تتفرسي؟ قومي انزلي حصليهم على الكافيه قبل ما يقنعوا بكره تمسكي صفحه الوفيات. تفتكري؟ تفتكر؟ قادر وتعملها يا علي، قادر وتعملها. يا سلام بقى يا استاذه انجي، لو كل يوم تكتبي مقال حلو زي كده وتجيب لنا الجاتو ده، ده انا هسيب الصحافه وافتح محل حلواني عشان تشتري مني. طبعا وضامن المكسب عشان انجي كلامها كله حلو. وانت اسلوبك في الكتابه ايه؟ اسلوب حلواني. يا غجر، تلاقيكوا بتقولوا الكلام ده بس علشان باكلكوا جاتوه، بس اعملوا حسابكم، الجاتو ده حلاوه اول مقال بس، بعد كده بح دايت. وماله الدايت؟ ناكل جاتو دايت. مبروك مبروك يا انجي مبروك. انا نظرتي فيكي كانت في محلها، مقالك مكسر الدنيا وعامل ضج على صفحتنا في الفيس. صحيح ان انا اتشتمت كتير من الرجاله كرئيس تحرير يعني، بس مش هممني، انا مبسوط مبسوط عشان نسبه المتابعه عاليه. متشكره قوي يا فندم، واوعدك ان يكون دايما عند حسن ظن حضرتك وازود اكتر نسبه الشتيمه، قصدي يعني نسبه المتابعه. واحنا يا فندم بقى يعني امتى هيبقى لينا كده عواميد ومقالات وشتايم؟ انا نفسي اتشتم قوي يا فندم. ابقى عدي عليا في مكتبي يا كمال يا شتايمك عندي، على الاقل انا اولى من الغريب. يلا يا اساتذه كل واحد على مكتبه، كفايه لغ. طب مفيش حد يشتيم لحد ابيا؟ انت لوحدك شتيمه. يلا. حاضر. ايه هو ده؟ انت بس اللي بتتشتمي؟ اشمعنى؟ بمناسبه الشتيمه بقى، علي جوزك ما شتمكيش؟ قصدي يعني ما قراش المقاله بتاعتك؟ بت؟ لا اكيد طبعا قراها، قراها في البروبات. يا لهوي، وزي قبل على نفسه الكلام اللي انت كاتباه عليه ده؟ ازاي ما رمهاش في الطبعه التانيه؟ ما رمهاش، هو بس كان الصبح كده مسنتح ومتنح كده، عارفه زي اللي اتدلق عليه جرده الميه ساقعه في عز طوبه وهو بهدوم.
وده بقى يا فالحة ما خليكيش تشكي في أي حاجة. ما هو يا إما علي جوزك بقى ده راجل دماغه كبيرة قوي، يا إما بقى إيه؟ إيه؟ بيرقدلك على مصيبة كبيرة يا فالحة. مصيبة كبيرة؟ أيوة. بصي أنت عايزة نصيحتي؟ خليكي أنت قاسية، اخلعيه قبل ما يطلقك. مش للدرجات يعني يا كاميليا، مش لدرجة طلاق. هو كان إيه اللي حصل لكل ده؟ لا أبداً يا حبيبتي، ما حصلش أي حاجة. ده أنت يا دوب سيحتي له تسيحتي البيت اللي فركشت مع حبيبها، ما رجع لهاش الدباديب بتاعتها. بطلي أبوارة بقى يا كاميليا، ما وصلتش يعني لدرجة الدباديب. بعدين أنا قلت أحاسيس. أحاسيس إيه يا أمو أحاسيس؟ أنت شركت الراجل وشركت الرجالة كلهم، وقلتيها بالفم المليان أن الراجل كان بيعاملك معاملة الأميرات قبل الجواز، وبعد الجواز بيعاملك معاملة مرات الأب. قلت كده ولا ما قلتيش؟ أيوة قلت. آه قلت كده. إيه؟ بس هي دي بقى الحقيقة. وبعدين أنا ما كتبتش أسامي، بس ممكن أكون شاورت. يا اهلا يا اهلا وسهلا باستاذه الاساتيذ وجورنالت الجرانين في مصر والشرم الاوسط. خير يا شعبان؟ ايه الحلاوه دي ورشاقه الكلمات؟ الشرم الاوسط وكلام كبير قوي. خير في ايه؟ شكلك كده عندك مصيبه مع الحي وعايزني اتدخل. عندك بروز؟ لا بروز ايه، لا مؤاخذه. لا من غير لا مؤاخذه، بروز في الحيطه يعني والحي عايز يشيله؟ لا ما عنديش بروز. قول والله لو عندك بروز. والله ما عندي بروز. اكيد يعني ما فيش بروز؟ والله ما في بروز والنعم. طيب يبقى اكيد مزعل هبه مراتك وعايزني اتدخل. لا هبه حبيبتي ما اقدرش ازعلها. يعني مش مزعل هبه؟ لا. وما عندكش بروز؟ يوه. خلاص بس الهجمه دي والترحاب الزياده اكيد وراها ان لان ولا اخواتها، وهي في ديك الساعه لما استاذه الاساتذه تعدي عتبه محلنا. اشمعنى النهارده؟ ما انا ساكنه هنا وبعدي عتبه محلكم كل يوم. عامه متشكره قوي. متشكره يا شعبان. اتفضل لو سمحت حضر لي الطلبات دي. ولا عوده ولا عوده. امر معلم. وصايا، الطلبات دي وصايا لاستاذه الاساتذه اللي مقالاتها بتكسر الدنيا. غور امشي. اه هو انت بتجيب الجورنال بتاعنا يا شعبان؟ انا بصراحه من ساعه ما فتحت وسيب الاستاذ علي بينزل ياخد الطلبات ويسيب لي الجورنال ويمشي. غيرش النهارده بس كان مزاجه معفر حبتين، راح واخد الطلبات وراح ماشي على طول، وانادي عليه ما يردش عليا، فاضطريت اشتري الجورنال. اه يعني انت النهارده اول يوم تشتري الجورنال بتاعنا؟ وعجبك على كده؟ ايه اللي عجبني؟ ده خامته حلوه قوي، ده انا ما بنضفش ازاز المحل غير بيه. ايه بصراحه بقى، انا قعدت استقران النهارده عشان دفعت فيه فلوس، بس انا عايز اسالك سؤال. خير؟ هو انت كل يوم هتكتبي عن بيتكم؟ عرفت منين انه بيتنا؟ انا ما كتبتش اي اسامي. اسامي ايه؟ ده احنا جيران والجار والد، ده انتوا صوتكم بيبقى جايب لحد اخر الكاشير عندي. وبعدين لا مؤاخذه يعني، في الحته اللي فيها خناقه الطبيخ دي حضرتك كنت طبخين لوبيا بعين سودا مش بسله. ماشي يا شعبان، حسابك كام؟ لا والله ولا جنيه، دي حلاوه المقال الجديد. الا سعادتك هتكتبي عن مشاكل بيتكم بس. لا يا شعبان مش بس، ده انا هكتب عن كل الستات المفروسه، وخصوصا بقى صاحباتي، وهبه مراتك صاحبتي الروح بالروح، وانت عارف بقى ان احنا جيران والجار والد وكده. طب بما ان احنا جيران والجار والد، الطلبات اللي سعادتك طلبتيها تمنها 120 جنيه. طول عمرك واطي. بتقولي حاجه يا استاذه؟ ابدا، بقول ابقى حاسب استاذ علي. عن اذنك اخد الطلبات عشان اطلع. الف سلامة. ايه بقى حبيبتي؟ اه وحشتيني. بقول لك ايه؟ عارفه الست انجي جارتنا؟ الست انجي يا بهيمه. اه اقطعي علاقتك بيها، لو لقيتك بتتكلمي معاها هفرتكك. هيبه هفرتكك. تنظيف الاوض تشيك.
الحمامات تشيك، ترتيب الدواليب وغسيل السحور تشيك، تلميع النجف وتنفيض السجاجيد تشيك، والدليفري على السفر، والشباشب في رجلنا للمرة الأولى بنجاح صالح. مين صالح؟ سوري صاحبك. أوكي، ده إنجاز والحمد لله. يا بابي مش كنت بعت لمعالج تيجي من أجازتها بدل الفرهدة اللي احنا فيها دي؟ أيوة يا بابي، أنا أول ما أعرف حد بيكح تراب. شفت؟ هو الحقيقة إن كح تراب أحسن من ممكن تجيب أجري. يا أولاد احنا عاوزين نحسس ماما إن احنا بنقف جنبها ونساعدها. أمكوا اجري هلا. تعالي يا عبير خش. ايه تستني؟ ايه؟ مفتاح باين انه فتح شقة الجيران ولا ايه؟ شقة الجيران ايه؟ هي دي شقتكوا يا ست الكل وانا تايه عنها؟ ايوه صح هي. بس هو ايه اللي حصل؟ طيب هفوتلك انا بقى الحاجة ينوت عشان انزل اشوف حالي. استني ايه؟ عبير انت هتمشي وتسيبيني انا لوحدي؟ مالك يا ست انشي كفالة الشر؟ في ايه؟ البيت زي الفل بيبرق وتهز تهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الولاد راحوا فين؟ مي سولي مي سولي يا ولاد. يا لهوي. الحمد لله على السلامه يا ماما. اما انت جبتي حته جول ولا حتى كريستيانو رونالدو ولد. ايوه نورتي بيتك يا ست الكل، نورتي بيتك. هتتغابى يا علي ولا ايه؟ هتتغابى يا علي؟ انت بتثبتني يا علي ولا ايه؟ انت عايز تموتني؟ انا عايزك يا حبيبتي تشوفي القمر وهو بيعافر بين السحاب عشان ينور لك، وتسمعي زقزقه العصافير وهمس الشجر في قلب الليل، وصوت الصمت بيهادر كموج النيل في قلب الليل. لا 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 كده كتير. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا علي؟ في ايه اللي بيحصل؟ ممكن القمر يطلع الساعة 5 العصر ماشي، الحياة النظيفة والبيت فلة يجوز، إنما علي الطيب يقلب علي الحجار؟ لا كده كتير. وبعدين كمان بتقولي حبيبتي، الكلمة دي حاسة إن بقى عليها تراب وعنكبوت من كتر عدم الاستخدام. أنت بتسبل يا علي؟ بتسبل؟ أنت بتخني يا علي؟ أنت بتخني يا علي صح؟ بخونك إيه بس يا حبيبتي؟ ايوه بتخني يا علي. انت قلت لي الراجل اللي يقول لمراته كلام حلو يبقى راجل شماله بيعط، ده يبقى بيعبر عن عميق حبه ومكنون احساسه. طبعا لازم يبقى مكنون. يلا يا حبيبتي يلا ناكل قبل ما الاكل يبرد يا روحي. لا استنى، انت قلت ايه؟ الحته بتاعت مكنون احساسه دي؟ قول شمال بقى وكمل على طول. قلت ايه؟ يا روحي. الحمد لله everything is okay. هي هتفوق دلوقتي حالا. هي عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها شقة في الرحاب. امال حضرتك جاي تفحص ايه من الصبح؟ انا اصلا اقول الدكتور اللي شافها قال في ايه؟ الدكتور سمير. اقصد اقول يعني ايه اللي عمل فيها كده؟ ابدا يا اونكل، اصل مامي وبابي كانوا بيعملوا حته من تايتانيك. حد يا راجل ينزل الميه الساعه في الجو ده؟ ميه ساعه ايه؟ ميه ساعه ايه يا دكتور؟ وجو ايه؟ مش المشهد ده خالص. الله، امال عملت انهي مشهد في تايتانيك يا خلبوز؟ لا يا اونكل، ملحقوش هما المشهد العربيه المشبره. ولد يلا خد اختك، خد اختك واخرجوا بره بسرعه. بص يا علي يا حبيبي، انت برضو غلطان،
المفروض قبل أي حاجة يبقى في ملطفات مداعبات، مش تدخل عليها بالغشم ده. غشم إيه بس يا مدام رجاء؟ أنتوا فاهمين الموضوع غلط خالص يا دكتور سمير. أنا كنت بلطف معاها بكلمتين لقيتها سرقت. آه يا روسي، هو أنا فين؟ الحمد لله على السلامة، أنت في بيتك يا روحي. يا روحي تاني. صعبة، مش عارفة ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم انا، وبعدين انا بحاول انصح فيه وانصحها هي كمان، بس هي يبدو ان مخها ناشف شوية. على الحال ده من امبارح يا دكتور. امبارح طلع عيني في تنظيف الشقة انا والعيال، وقلت لها صوابعي العشرة شمعة، وخدتها على البلكونة، وإيش أقول لها؟ القمر والشجر والعصافير، وفي زلة لساني قلت لها يا روحي. قامت طبت ساكتة. ماتت؟ لا لا لا، ماتت كلام بس كلام. لا ما ماتتش، نامت، وبعد كده هو صحيت من نوم مفزوعة، فاكرة نفسها إنها بتحلم، فقلت لها نامي يا روحي. قامت طبت ساكتة تاني. ماتت تاني؟ اسكتي بس يا حبيبتي، خلينا نشوف مشكلة الراجل. هو يعني عايز أقولك حاجة حبيب أبي، في حد في الدنيا يقول لمراته يا روحي؟ سمير؟ أي روحي، أقصد أقول يعني هي مش متعودة منك على كلام فيه عواطف ورقة، ما تجيش مرة واحدة تروح دببها في وشها كده. يعني عايز تقولها كلمة فيها عاطفة حاجة، قولها في وسط كلامك العادي اللي أنت متعود تقوله لها. خلاص، بعد كده بدل ما أقولها نامي يا روحي هقولها تخمدي يا وليه. بلاش كلمة يا روحي دي، واضح إنها عندها حساسية من جهة يا روحي، يعني غير الكلمة دي، يعني قولها اللي عاوز تقوله لها واقفل. ولا يا مستبدة سمير، يا فجرة سمير، يا صايعة سمير، قصدي يعني مثل هذا الكلام. يعني سمير قصدي يقول لك يعني إنك أنت ما تدهاش حلو 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 ورا بعضه كده، حتى نفسها تجزع يا حبيبي. بص، تقول لها كلام حلو ما تعملش أفعال حلوة، تعمل أفعال حلوة ما تقولش كلام حلو، لغاية ما بالتدريج هي تتعود. فهمت حاجة؟ لا، أصد أقولك يعني دايما في كلامك معاها خلي في حاجة ناقصة. الست تحب دايما تمسك حاجة على الراجل، تهيس لما الراجل يقولها حاجة ناقصة وهي عايزاها، يعني تحب تمسكه وتزل أمه. إيه ده سمير؟ شهر يروح قلبي. ما هي لو عايزة تنتقدني بينا وبين بعض، ها؟ أنا ما عنديش مشكلة، أحط الجزمة ببقي وأسكت، إنما دي بتكتب وصحفية وعندها عمود بتكتب فيه، وأنا اللي بلبس فيه، أعمل إيه في العمود؟ هتعمل إيه في العمود؟ ربنا يستر بقى. أم يعني عشان خاطر العمود إيه يا أخي؟ كلنا اتبهدلنا في العواميد، أنت عشان خاطر العمود تزلها وتخليها تنظف الشقة وتمسح وتكنس وكمان تقول لها كلام حب يا مفتري؟ ما أنا قلت أخش سخن علشان أخلص، وما تجي تمشي في بقال الأسبوع الجاي. ما ينفعش خالص يا علي، تفضل طول عمرك بارد 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 بارد، وبعدين تديها سخن سخن سخن، لا كده ممكن تشقق تقشف. ما انا كنت عايزه ابسطها، اتريها اتفرشخت. فرشخت ايه؟ دي فياصت يا حبيبي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هقولك، شوف هي بقى بتسيح لك في ايه وحاول تغيره، يعني اصبر عليها شويه، سيبها كده مقالتين ثلاثه وهي بعد كده هتزبلك بقى وتهتم بحاجه ثانيه. انجي. انجي، اهلا. ازيك يا طنط رجاء؟ ازيك يا انكل؟ ايه النور ده؟ اهلا وسهلا، منورين. بقول انا نمت كل ده، مش عارفه، حاسه ان انا تعبانه قوي وجسمي وجعني. سلامتك يا سلامتك يا ست هاني، نايمه وسايبالي البيت يضرب يقلب. ليه بس يا حبيبي؟ ما البيت نظيف وزي الفل، هو يضرب يقلب ليه؟ ما انا منظفه، ولا مش انا اللي منظفه؟ لا لا طبعا انت اللي منظفه، امال مين اللي مش منظف؟ ولا مين اللي منظف يعني؟ انا والعيال يعني مثلا. اكيد طبعا انا اللي منظفه، مش عارفه حلمت احلام غريبه كده. مالك يا علي، في ايه يا حبيبي؟ اصل عندي شد في دراعي. سلامتك يا حبيبي، سلامتك. معرفش حلمت احلام كده مش داخله في بعض.
في ايه يا علي؟ في ايه؟ اصل اتخيلت بصرصار على الحيطه. لا صرصار، انا بخاف من الصراصير. ايه ده يا سعاده البيت؟ ايه ده؟ قلع شبشبك وماشي حافي ازاي؟ شبشبك فين؟ معلش معلش يا علي، في ايه يا سوري؟ قلنا 100 مره يا حبيبي نلبس الشبشب في البيت. ها معلش. سوري يا ماما. معلش حبيبي. طيب احنا هنروح بقى نشوف عمل ايه في الهوم ورك. عن اذنكم اتفضلي. تعالي يا روحي تعالي. Pourquoi tu discutes en vous de ces assiettes? Parce que tu veux pas toi. Qu'est-ce que tu fais de cela ma pauvre? بصتي في النهارده يا ستي انتي، ربنا يزيد ويبارك. تسلم يا تيم وتسلم. شكرا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه الجوابات دي كلها؟ دي غلبت جوابات الشيف الشربيني. الشيف الشربيني؟ انا اجي ايه جنب الشيف الشربيني؟ ده خلى اشطر محرره عرفها تسيب شغلها وتتابعه. يا بنتي انا مقتنعه جدا بالمثل اللي بيقول اقرب طريق الى قلب جوزك معدته. انت هبله يا كاميليا، انت هبله. وتخيلي انك لما تعملي اكل حلو لجوزك هيحبك، جاتك خيبه. لا طبعا، بس انا بقى لما اعمل الاكله الحلوه هو هيتلهي فيها ويحل عن نفوخي. تصدقي يا بنتي يا كاميليا، جبتيلي فكره موضوع جنان. صديقتي تتخلص من زن زوجها بمخدر جديد. انتي زبونتي المقال الجاي. ابوس ايدك، انا جوزي لو جه اسمه في المقالات بتاعتك دي هيكلبشني ويوديني السجن. حلو حلو حلو، ده كمان موضوع حلو قوي. زوجة رجل الشرطة، هل من الممكن؟ ابوس رجل انكل احمد باباك يا حبيبك، حلي على النفوخ. بتك خيبة، كنت هشهرك. ما شاء الله عليك يا انجي، ما شاء الله. ردود الافعال على مقالاتك تاريخية، مش ممكن. الجوابات ما بطلتش توصل للجورنال ابدا من ساعة ما بدأت تكتب المقالات. هي صحيح معظمها جوابات تهديد، بس ده علامة جيدة جدا على نسبة المتابعة. جوابات تهديد؟ ايوه اقريهم. ما هو انا بخلي الفراش يجيبهم مكتبي واخلي السكرتارية تفرزهم وبعدين ابعتهم لك. هي اغلبها جوابات لازواج اتخربت بيوتهم لان مراتاتهم ركزت معاهم. بس الحقيقة يا انجي، الاسبوع ده لفت نظري حاجة غريبة شوية. في جماعات متطرفة بدأت تهتم بمقالاتك، والحقيقة بيهددوا بخطفك أو اغتيالك. مبروك يا إنجي. خطفي واغتيالي؟ حضرتك سعيد قوي يا إنجي. الصحفي الشاطر لا يهاب المخاطر. الصحفي الشاطر يجري ويضحي بحياته من أجل موضوع صحفي. وبعد ما تخافيش، لا قدر الله لو حصل لك أي حاجة هيبقى ده خبر الموسم، التوزيع هيزيد جدا. يا سلام يا سلام. لعلمك انت هيتعمل لك حفل تأبين في مصر لم يحدث فيها من قبل. انا شخصيا هنظم لك وقفه على سلم النقابه. بقاء لله. جود لك يا انجي. جود لك جود لك. يا نهار اسود، وانا اللي كنت خايفه من الكلبشات. يا لهوي يا عيني. طب حرام. ايه دلوقتي انا؟ ايه دلوقتي انا؟ ايه مفروض اقلق يعني دلوقتي ولا ايه؟ ما لا ان شاء الله ما تقلقيش، يعني يمكن يكونوا بيهزروا. بس لا لا احتياطي، اقلقي يمكن يكونوا بيتكلموا بجد. ها اقلقي اقلقي احسن. كوكو انا خايفة يا كوكو. ما هو طبعا لازم تخافي، بس ان شاء الله يعني ممكن يكون خطف. بس لا ان شاء الله لا خطف ولا اغتيال باذن. انا عندي فكرة، انا اخلي جوزي يعملك مراقبة 24 ساعة، وبعدين هو بيحب الحاجات دي قوي. كوكو بقيت علينا على سلم النقابة يا كوكو. حبيبتي ما تقوليش كده، طبعا هجيلك، ده انتي اعز صاحبة عندي. ما تقلقيش ما تخافيش خالص. بس بقولك ايه، يعني قبل ما تختيلي، هو انتي فعلا كنت ناوية تشهريني؟ وكنت الاول مرة احس بعدم الامان وباني مترقبة، معرفش من مين، بقيت شاكة في الكل. على فين يا ستين؟ مالك يا استاذة؟ في ما فيش حاجه، في حاجه شعبانه. ايه مش ناويه تدخلي تاخدي الطلبات من المحل ولا ايه؟ لا ما تخافيش يا شابه، ده حسب الله الصبي بتاعي. لا لا انا مش عايزه حاجه النهارده، متشكره، انا مستعجله بس شويه. طب سلام عليكم يا شابه. الله يحرقك الله يحرقك انت والصبي بتاعك ويا مفهوم واحد. الله يحرقك. هتلها على السلامه يا ست انجي. ايه
ما معكيش حاجه نطلعها لك الشقه؟ انا ما عملتش حاجه، ما معيش حاجه، معيش حاجه. عربيتك فين؟ وديتي العربيه فين؟ سبتها في الشغل، سبتها. انت مالك، انت مالك يا مامي، يا مامي. الحمد لله يا رب. هي مالها الست انشي؟ والنبي كاتب عقلها. ورغم اني وصلت بيتي بالسلامه، حسني الامين، وقعدت في وسط ولادي حبايبي، إلا أني فضلت برضو حاسة بالخوف والقلق. وشعوري بالقلق زاد لما التهديدات وصلت لحد بيتي. ألو؟ 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 ما ترد يا حيوان؟ قصدي لو سمحت يعني رد يا حيوان. ايه يا انجي؟ التليفون بيرن ومحدش بيرد. لا تلاقي عيل سيس من اللي بيحبوا يعكسوا الستات الكبار، قصدي اللي بيحبوا يعكسوا المتجوزين يعني. انت هتنزل برضو وتسيبني يا علي؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي، الولاد بتوع قسم الصحافه عاوزين نذاكر لهم، وانت عارفه ان الامتحانات خلاص قربت. بس يا علي انت كل يوم بتنزل في نفس الميعاد ده في الظروف اللي احنا فيها دي، وبعدين انا خايفه يا علي. كل ده عشان موضوع التهديدات؟ يعني انت فاكره ان الجماعات الارهابيه المتطرفه هيسيبوا المشاكل الدوليه ويقعدوا لك انت عشان يخطفوكي؟ ايوه ايوه يا علي، يقولوا عليا كافره وسافره وماجنه عشان بفتح جوزي في الجرايد وعشان ببهدل الرجاله، عايزين القصاص. والله فيهم الخير، قصدي الموضوع خطير، أنا خايف عليك يا روحي. قصدك إيه؟ أسيب كتابة في يوميات زوجة مفروزة؟ والله عقلك في راسك تعرفي خلاصك، عشان ما تقوليش عليا بعد كده أثرت على مستقبلك ومجدك الصحفي، مش ده اللي قلتيه في مقالتك الأولانية؟ وأنا بصراحة يا علي ابتديت أفكر في الحل ده، وأنا صحيح بحب الصحافة والعمود ده بالذات، بس أنا بحب الحياة أكتر. وانا لا ليا في الارهاب ولا التأبين ولا الوقف على سلم النقابه. وبعدين انت والعيال تعملوا ايه من بعد؟ يا تتبهدلوا. لا انا تمام، قصدي يعني ما تحطنيش في بالك. طيب خلاص، انا بفكر بقى اعتذر عن العمود واديه لكاميليا، هو على الاقل جوزها ظابط يقدر يحميها. والله بقى اعملي اللي انت عايزاه، انا لازم امشي عشان الحق الولاد. يلا حبيبتي، لا اله الا الله. الشهيدة إنجي أحمد. مسجد الشهيدة إنجي أحمد. مدرسة الشهيدة إنجي أحمد. حلوة برضو. وفضلت أحلم بكوابيس كل ليلة. كل ليلة كانت كفيلة إنها تخليني أسيب الصحافة كلها، مش بس العمود. ولأنها قد رمت بجميع التقاليد والأعراف عرض الحائط وجاهرت بالعداء ضد الرجل سيدها وتاج راسها وخربت بيوتنا مع حريمنا، قررنا أن نطبق عليها شريعة الغابة ونخلص الناس منها.
ايه يا حبيبتي؟ انا رايح ادي درس للولاد، عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ علي ما تسيبنيش وتنزل. علي انا مرعوبه، خايفه قوي عليك لدرجه ان انا اتبلي السرير بالليل وانا نايمه. ما انا عارف وما اشتكتش على فكره، سايبك تبلي براحتك. يا علي انت بتهزر، كل يوم بتنزل وتسيبني في الوقت ده، وبعدين بخاف يدخلوا عليا ويصفوني وانت مش موجود. يرضيك يصفوني يا علي؟ لا انا ما يرضنيش، وكمان ما احبش اشوف منظر زي ده. يعني انت بتهزر يا علي؟ بتهزر يا حبيبتي؟ وانت ساكنه في حته مقطوعه، دي حته ونس وكلها رجاله. ما انا مش مخوفني غير الرجاله دول، مش ممكن يكونوا مخترقين؟ لا بقى، رجاله حتتنا مش مخترقين، رجاله حتتنا رجاله. يعني مثلا شعبان ده مخترق، مغاوري ده مخترق. وبعدين يا حبيبتي ما تخليش المواضيع دي تلعب في دماغك، ها؟ اهدي بالله، يلا. يعني هتسيبني وتنزل يعني برضو؟ ما هو فاضل على الحلو تك، قصدي فاضل على الامتحانات حاجة بسيطة. يلا ما تقلقيش. لا إله إلا الله. علي نسي الموبايل، خص عليك يا علي، انت على طول على هطه كده. علي علي يا علي عم مغاوري، كويس انك هنا، الله يخليك. علي لسه نازل، ممكن تلحقه عشان نسي الموبايل. بس علي بيه ما نزلش يا ستينجي. ما نزلش ده ايه؟ بقولك لسه نازل حالا، الحقه يا عم مغاوري قبل ما يمشي. ايوه صحيح مظبوط، بس هو ما نزلش، هو طلع طلع فوق. يا لهوي مات؟ فعل الله ولا فعلك. ايه دي نكد عليك يا شيخه يا ست انجي؟ علي بيه طلع الدور الساتت. الساتت، طلع الساتت يا هبي بيه. يا سلام على الكلام، يعني حضرتك ما تعرفش ان علي بيه مأجر الشقه اللي في الدور الساتت فوق، وبقاله اكتر من جمعتين لناس جماعته بيقعدوا فيها. نهار اسود، شقة مفروشة يا علي وناس جمعته وفي نفس العمارة؟ لا تعالى وريني. لا استنى هغير هدومي. انت رايح فين؟ رايح فين يا مغاوري؟ استناني هنا، استناني، اوعى تمشي. نهار اسود يا علي، اتجوزت عليا؟ نهار اسود. ويجب ان تعلمي أيتها السافرة الماجنة الكافرة، إنه إذا لم تتوقفي عن كتابة هذا المقال المشؤوم خلال 48 ساعة، سوف ننزل بك وبأطفالك وبعائلتك وبزوجك الفاسد أشد أنواع العقاب، وننتقم منك شر انتقام، وقد أعذر من أنذر. تمت بحمد الله. عاش يا رجالة، أنت شكلك سددت. مين؟ افتح يا أستاذ علي. يا بغاوري أنا قلت لك ما تقولش لحد إن أنا هنا. افتح يا أستاذ علي. قوم افتح. جاي جاي دلوقتي. معلش يا استاذ علي، معلش، اصله كان جايب لك متطوعين جداد للجماعه بتاعتك وناويين نحط حجر الاساس لجامع الشهيد علي الطيب. انجي انا كنت بعمل كده عشان احافظ عليكي. ايوه احافظ على بيتنا. تمام. على عيالنا. اكيد على كياننا. حلو قوي، البي كان بيحافظ على بيتنا وعيالنا وكياننا، وانتوا بقى بتحافظوا على ايه؟